تحدث عن انفجارات في حي برزة في دمشق، ما هي تفاصيل حول ذلك؟ نعم، بالنسبة لدمشق فيعني لا تزال الأحياء دمشق الشرقية هي الأبرز ما يحدث فيها. تجدد منذ الصباح القصف العنيف للمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على حي جوبر بدمشق وهو من الأحياء الشرقية، وعلى مدينة عين ترمى وزملكا بريف دمشق، القصف من أماكن متعددة منها الوحدات الخاصة ومعسكر سيلونيكس عند مدخل القابون. بالنسبة لبرز يعني كان القصف عليها ليلا على يعني منطقة منازل جادة المشروح من قبل شبيحة حي تشرين برصاص متفجر وحارق، أيضا سقطت عدة قذائف على أرجاء متعددة بالحي منها حارة البستان. بالنسبة لما يجري الآن فهناك اشتباكات تدور في محيط حي القابون بدمشق عند مؤسسة الكهرباء والتي تتمركز فيها قوات النظام، بالتزامن الآن أيضا مع اشتباكات عنيفة يعني تجددت في الطريق المتحلق الجنوبي. أيضا بالنسبة لأحياء دمشق الجنوبية وبعد يعني الأحداث البارحة يتجدد اليوم القصف على الحجر الأسود ويلدى بشكل رئيسي بالهاون والمدفعية، وأيضا شهد مخيم اليرموك اشتباكات وقصف براجمات صواريخ طوال الليل وأيضا حتى الفجر مع من بقي من فلول النظام في المنطقة، منطقة شارع 30 بالتحديد. هذا بالنسبة يعني لأهم الأخبار في العاصمة اليوم. البارحة كان هناك عدة إنجازات بالنسبة للجيش الحر، يعني كان أبرزها على طريق المتحلق الجنوبي وهو نقطة الدخول إلى العاصمة دمشق، تمكنوا من خلالها من تحرير حاجز حرملة وهو واقع على أطراف حي جوبر، وعانى منه أهالي جوبر والغوطة الشرقية، وكان عناصره يختطفون المدنيين ويعني يصفونهم بإعدامات ميدانية، دمروا ما عليه من دبابات ومدرعات وقتلوا كافة عناصره، ورفع الأذان في مسجد حرملة لأول مرة منذ عام ونصف، إضافة إلى تدمير حاجز جسر زملكا وأيضا حاجز عين ترمى الكباس وحاجز جود أيضا، وتم تدمير أيضا عدد من دبابات على المتحلق، إضافة إلى عشرات القتلى في صفوف الشبيحة، وأيضا يعني الجيش الحر استولى على عتاد كان بحوزة هؤلاء الشبيحة. المنطقة الجنوبية كان يعني أهم إبراز هو تفجير مباني تتمركز فيها الشبيحة، منها مبنى التقى وهو يعد مركز لشبيحة شارع 30 الذين يستهدفون أهالي مخيم القنطرة. شكرا جزيلا لك يا ديما الشامي مراسلة شبكة شام الإخبارية.